ألو عسلامة، شو أحوالك يا سيدي؟ لاباس أختي فرح، الحمد لله يعيشك. بالأستاذة وبالدكتورة معك. مرحبا يعيشك يا محمد. يعيشك. والله إني حاليا مدة عامين عايش نفس الموضوع اللي تحكوا فيه. أي. حب من طرف واحد. أنا تعرفت مرة على بو، مش تعرفت على إياه، تعدت بهذايا معلمة تقري في المدرسة الابتدائية. ده. على فكرة أني متخرج تعليم عالي، أنا أستاذ عربية فهمتي، لكن ما عطانيش الحظ أني يستمد فهمتي. باهي. لا الله الحمد رسول الله، وحاليا نخدم خدام يومي، معناها جيت نتاع مصروف فهمتي، ليلي وبربي فهمتي. فهمتك. عندي عامين تو من اللي عرفتها يوميا بلس نمشي، حتى اللي باش يقول لي غدوة باش تخدم معايا نقول راه نجيك بعد الثمانية، جيت باش نتعدى المدرسة تقري فيها هي نشوفها قبل ما تدخل تخدم ونتعدى فهمتي، خاطر ما جامي تخيل روحي اني نهار ما نشوفهاش فهمتي. حتى في العطل نمشي لحومتهم نقعد في القهوه نتاع حومتهم بالساعتين بالكثر اللي تخرج هي فهمتي، المهم اني نشوفها فهمتي. والمده هذه دامت معاك طوال سنتين؟ عامين. عامين. اي عامين. لا اله الا الله محمد رسول الله، وكل يوم في الليل نقول غدوه نحكي معها سيد. لكن ما قديتش نخاف من حاجتين. الحاجه الاولى اني معناها انسان بسيط، معناها خدام هزام وهي معلمه، نقول نخاف من رده الفعل، بليش ترفض بليش فهمتي. والحاجه الثانيه اني اكبر منها بست سنين فهمتي. ست سنين مش فرق سن كبير. نعرف هو الحب ما عندهش عمر نقوله فهمتي. ولا حاجه اخرى، لا اله الا الله محمد رسول الله. الحاجة الوحيدة اللي لاقي فيها راحتي أني تروح في الليل نكتب. أيه. وهو احنا جماعة اللاتر ديما أيه. نكتبه فهمتي. القريحة تخرج بعد ما تشوفها بيه. فوالا. أيه. نكتب كأني نحكي معها فهمتي. أيه. حتى كي تلبس حاجة كتعجبني ولا حاجة ولا باش نعمل غدوة حاجة مثلا نكتب كأني نحكي معها هي أون ديريكت فهمتي. أيه. نكتب كل شيء فهمتي، الحاجة الوحيدة اللي، لكن ما عنديش الجرأة أني نخاف نحكي معها تفدني وتكون خيبة أمل وقتها ما نعرفش في فيها فهمتي. تخاف من خيبة الأمل. أي فوالا، نقول نخير أني نقعد صامت على الأقل كما عشت العامين هذا، خير ما أني نحكي معها ونصارحها وتكون ردة الفعل معاكسة للحاجة اللي كنت متوقعها أنها باش تقولها لي، معناها اللي نتمناها باش تقولها لي فهمتي. هي في العامين هذوما عمرها ولا بادتك نظرات؟ هل تعرف عليها تفاصيل؟ والله شوفي اختي فرح نقول لك حاجه. بامال دو فوا تقعد ما تدخلش تخدم، ساعات الكهربه نتاعي ما يبدا الحاج دخل كهربته وراي نستناه حتى باش يخرج كهربته باش نخرج جاني ولا حاجه. نجي مؤخر فهمتي، درج مستحيل انا باش نجي مؤخر، لكن بامال دو فوا نجي مؤخر فهمتي. نتاع درج ونص تبقى في البيت الا ما نجيني، وساعات تبدا تمشي قدامي تبدا خارجه. معناها ثم حانوت لاصق المدرسه حاجه سامحني فهمتي. تبدا وتهز معها تلميذ تقول له شبيك امس ما جيتش مثلا، وني جيت لكن جيت مؤخر فهمتي نتاع نص ساعه هكاك. ما قد ما شفتهاش معناها، نبقى نستنى في الكرياسيون نتاع العشره باش نشوفها. ساعات حتى الخدمه ما نمشيلهاش، المهم اني نستنى يلزمني نشوفها فهمتي. تبدا تتكلم الكلام تاعها تقول لها شبيك امس ما جيتش، تقول لها لا ومدام اني ما نجيت امس، تقول لها لا انت امس ما جيتش ويلزم نعاقبوك. معناها نفهم اللي كون عرياني فهمتي. وحاجه اخرى في العطل مثلا امس ما يعطلها هما الكلام ده ما يخدموش. صحيح قامز انا في القهوه مقابل الحي نتاعهم، خرجت هي كيف شافتني في القهوه تنقول لك في ظرف ساعتين خرجت يجي ست مرات تسبب لامبول كي شوز تخرج هي، لكن واضح انه هي زادة مهتمة بشوفتك مهتمة بيك حسب التفاصيل اللي استنى مرة صاحبت زميلها سامحني بربي اختي فرحة نقص عليك. مرة زميلة مسكم بحداهم على ديما ساعات يروحوا مع بعضهم، وصلت صاحبت السيد هذا وخديت تمتيت ترانسينيمون عليها فهمت بطريقة غير مباشرة. صراحة ولو اني ما تجيش الحكاية هذه، لكن شغل اوبليجي خاطر ما لقيت حتى حل اخر فهمتي. حبيت تسألك، هي امرأة متزوجة ومخطوبة وعندها شكون في حياتها؟ لا 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 لا،
شوف احني في الجنوب سامحني المرأة المتجوزة نعرفوها معناها فهمتي من لباسها من مكياجها من ممكن معناتها مش جهويات ولا حاجة نو مش كيما الشمال ليه ما يقلقش انا بيجي من الجنوب ماهيش هذه الموضوع لكن تنجم تكون متكلمين عليها وعندها واحد من العائلة باش ياخوها في المستقبل ما تنجمش تنجم ما عندكش التفاصيل هذه انت حبيت تسأل على شنو الموضوع اللي حبيت تسأل عليه معناها ان حبيت نقول تنصحني الدكتور اشنو هو نعمل باه اسكيو نجاجي باش نحكي وكل ليلة على فكرة اي معناها نقول فيه خطوة باش نحكي معها وما واللي يصير خلي يصير فهمتي يعني تقريبا سنتين مستمر في نفس الوضعية مهم انه اليوم تاخذ القرار مهم خلنا نسمع الدكتور اشنو باش تنصحك سي محمد طلب من عندي نصيحة ان شاء الله يمشي بها ان شاء الله يمشي بها اما لازمك تمشي بها سي محمد تكلمنا مره جايه قلنا شنو اللي صار وعد مني غدوه نورمالمون هناك حلقه ولا نكلم اختي فرح باه يا سيدي باه الاجواء والصوره سامحني اختي فرح سامحني اي قل ما نعدكش غدوه خاطر هما في عطله حتى كان باش نحكي معاك انا بارتي من الاثنين باه كل مره توخر شويه باه ما هي تخرج قدام باب الدار والله امس خرجت اليوم لا اليوم لا باه نشوفوا غدوه كان تخرج ولا ما تخرجش باهي احكي لنا دكتوره يحب يوحلا فيا راهو ما باش يمشي يحكي معاها انا عارفه ومتاكده اليوم باش يمشي يحكي معاها باهي الصوره محليه جنوب صحراء معلم عربيه الحب العذري متاثرين ياسر بالمعلقات تحسهم باهي محليه الحب كي يبدا هكاكا تحسوا كان الحب المزين البريء نتاع المراقبه ما فيش حاجه خايبه قيس وليلى هذا حب عذري اي معلقات عنتر وعبله دونك هو قال لك نخاف من رده فعلها ماذا بيه يبقى عايش فك الحلم الوردي خليه ما يسالش يعني نعيش اللي نحسه انا خير من جيني صدمه لكن انا في الحياه اي سولوي كي نوز غيان غيان به انت باش تمشي تقول لها ولا اي عبد باش تطلب منه اي طلب في الدنيا فما عنده حلين باش يجاوبك يا اما يا اما لا 50% وي 50% نو اما كينا ما نطلبش كينا ما نتجرأش اكيد ما نمشي حتى شيء هذيك علامه من علامات المونك دو كونفيونس هما دابا سي محمد يخدم اكثر ان ترافاي دان سبيكسيون على روحه وعلى الثقه في نفسه رغم اللي حاجه اي رغم اللي حاجه مزيانه اللي هو اللي يعيش فيها حاجه حلوه برشا محليه الحب كيبدا بريء هكا اما الي تون دو باسي لاكسيون وقيت باش نتعداو وقيت باش اونوز ونتونت نوتر شونس وعلاش ليه نجربوا اي مرحبا لي مرحبا او موا عندنا 50% اللي نحنا نلقاو انا قلنا اي دونك وعدتني وعدتني باش تسمع كلامي محمد نعم باه سمعت انه حتى في البدايه وقت اللي حكينا على الموضوع نتاع الحب من طرف واحد قلنا انه لابد انه الشخص يبوح بمشاعره انه يعبر على اللي في داخله اي تقضي لا تقضي لانه باه باش تقعد رابط حياتك عامي لكن في العامين هذوك تنجم تغير برشا فرص كان هي رافضه الموضوع لكن كان هي قابله الموضوع علاش ليه معناتها واحد يتكل على ربي ويكمل نص دينه والله اختي فرح سامحني قص على كلامي بالعسل والله نعرف اذا كان تصير معناها لا قدر الله عكس الشيء اللي متخيلني في مخي ما تصورش شنو اللي يصير فيا خاطر اني نعرف اني سنسونسيبل برشا ونعرف روحي شنو اللي باش يصير فيك؟ تحس بنقص فيك؟ تقعد هيك الصوره الورديه هذيك تتنحى؟ لانه يمكن كل واحد عنده ظروفه حتى في اطار الرفض لابد انك تطلب التعليل علاش الرفض مهم برشا ما تقعدش في المهموته علاش رفضتني انا عندي عامين يمكن كان لك مشاعر نتبع فيك عجبتني علاش ليه راني داخل من الباب الكبير جو دي بيان باب الكبير هي حتى كان باش تقول اي يا حبذا خاطر انت يمكن ما تمشيش تبادرها بالشعور تنجم غدوه يجي تقدم لها شخص تتخطب وتكون انت ضيعت فرصه في الحياه كانت هي تنتظر فيك لكن انت ما عملتش الخطوه الاولى وكيما صار مع الزميله اللي تكلمت الاولانيه تقول لك انا حبيته لكن غلطي اني انا ما مشيتش بحث له بمشاعره وهو اليوم عايش قصه حب مع انسانه اخرى
تصور اختي فرح باش نقول لك حاجه سامحني نقصها كلامك. يعني الدار نتاعي كامله حاضره فوق ولطه فهمتي. دارنا يقول يودي اساس الدار برا الاصفاق برا تونس خذ اساس خذ كذا. تحب المدام هي اللي تختار. فوالا نحبها هي بالذات تاسسها على ذوقها فهمتي. تصوري انت ست مرات نهبط لسوق الكهرباء وقت نمشي نشري كهرباء نقول فيها ونص ندفع فيها عربون نقول بالك الكولر هذا ما يعجبهاش خلي مش لازم الجمعه هذه. نهبط الجمعه اللي بعد نقول لا الاحمر ممكن ما يساعدنيش يعني ممكن تقولي لا كيفاش خطرتها حمراء علاش جرينا في الاخر خديت بلو مارين قلت بلو مارين يمشي مع الاذواق الكل معناها تلمو اني تعلقت بها المادومازيل هذه لدرجه اني ما كل شيء نحبها فيه معي فهمتي اي ما لقيتش كيفاش ندخل هكا ان شاء الله تسمع فينا والله الحيران نجم نحكي معها نجم تفصيل المهم ما فماش حتى لكن كيما حكيت لك المشكله نتاعي اني خاف من رده الفعل نخاف تكون ماهيش الجواب اللي لي حاجتي به مش كل شيء راني تصيب خايبه امل وتصيب بيخليك بعيد وجرب من الاول في البدايات لانه مهم انه نمشيو ستيب باي ستيب ما نصدموش الشخص اللي قدامنا في بعض الاحيان الشخص اللي قدامنا من الصدمه ينجم يقول لا لكن انه مثلا تبعث وريده انه تبعث جواب انه كيما بالخص هو قاعد يكتب على فكره في عيد الحب قعدت لها بوكي دي فلير واللي كتبتها في الليل انا يعني كاتب خمسه كراريس معبين في عامين بعثت لها معناها الكراسه نتاع العام الاول فهمت قبلت ولا ما قبلتش خاطر كان فما رفض يمكن ما تاخذهمش كان فما رفض راهي خليت البوكي النوار قدام باب الدار ولا الجواب قدام باب الدار هذيك علامه بعثتهم لها مع زميلها اللي قلت لك صاحبتها اكسبيرينس هي فهمتي قبلت البوكي دي فلير والكراسه قالت لا ما نحبش نقرا حتى شيء تو حسب ما قال لي هو فهمتي تفضل نسرين انا حبيت نحكي على اهميه يعني التعبير على المشاعر لازم يعني الشخص يعبر على مشاعره اما نحن نخاف من رده الفعل ونخاف يعني ان نواجه الواقع هذاك ليش نقعدوا عايشين في الخوف هذاك وزاد نقطه مهمه اللي نحن ديما نقولها نحن مجتمع ذكوري يعني كان يعني ديما المراه ما لازمش هي اللي تبوح بالحب والا هي تكلم الراجل ديما تقعد تستنى الراجل انه هو اللي يجي يكلمها والا حتى كان صارت انها المراه هي اللي قالت وإلا باحت بالحب هذاك ياخذوها لها كنقطة ضعف في المجتمع وديما حتى كي يسألوا حتى كي يقولوها تقولها يعني كأنها عاملة خطيئة كبيرة خاطر نحن في مجتمع لازم الرجل هو اللي يعبر على الحب تنجم هي تقعد تلمح له يعني كما سي محمد هي قاعدة مثلا تلمح له إنها تغزر له إنها دشني تستنى فيه إنه هو يبادر إنه هو يتكلم خاطر هي ما تنجمش تمشي تبادره خاطر تظهر لها هذيك خطيئة كبيرة وزاد يرد باله من زميلها نجم هو يكون مرسول بيناتهم بعد زميلها ياخذها هو دونك لازم هو يمشي ويتكلم وينحي يعني الحشمه ويحط ساقيه في الواقع ويواجه صحيح في بعض الاحيان الوسطاء اللي يكونوا بين يستغلوا الفرصه ويمكن يدوروا الموضوع لصالحهم دونك من الاخر راهو حاجك بحاجه امشي لها في لو بروميي با راهو اصعب حاجه الدرجه الاولى شجاعه كوراج اون في لو بروميي با اي ابري تو ما فماش حاجه سونز انكونفينيون و سونز افونتاج حتى لو كان رفضتك نجم تكون حاجه باهيه انك تولي تنجم تستمر في حياتك وانك تشوف حياتك ومستقبلك مهم برشا مازال باش نتواصلوا معكم على 31 380 ألف ناخذوا ملك